السلام عليكم. أجمل نومة لما تكون نايم ويدخل عليك الغرفة واحد وقبل لا يطلع يغطيك ويبوسك، وقبل لا يطلع يسكر الباب بشويش، ودك تقوم وتبكي شوي وتحب على راسه وبعدين ترجع تنام. هذه المخلوقات غير متواجدة في بيتنا الموجود عندنا، اللي يخلي اللمبة شغالة، اللي يترك الباب مفتوح، ولا يدخلون اثنين ثلاثة يتضاربون عندك. الوحيد اللي يدخل بشويش هو اللي جاي يسرق الشاحن. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ليلة الدخلة وقبل أن يتجه إلى الغرفة، وشوشت الزوجة في أذن زوجها فقاطعها وصرخ وقال: أنت لست عذراء، ما هذه المصيبة؟ سأطلقك حالا. هذا من فضلك، فلتأخذ مهلة من الوقت لتفكر وبعدها قرر. فذهب الرجل يفكر، يطالع في الأمر ويبحث في الموضوع، وعاد إليها بالقرار النهائي. كنت أظن أنني أتفهم فقط مع برج العذراء، ولكن اتضح أنني يمكنني أتفهم مع الشيطان.